بار على إذاعة الحياة فام. نشرة الأخبار من إذاعة الحياة فام، أهلا بكم. البداية بالعناوين بعد حريق الكنيسة سعيد يعزي السيسي. وزارة العدل تؤكد أن القضاة المشمولين بالعفاء محل تتبعات جزائية. والنيابة العمومية المصرية تؤكد أن الأبحاث الأولية بيّنت أن ضحايا حريق الكنيسة توفوا بسبب الاختناق. في تفاصيل أخبارنا، البداية بشأن الوطني، احتضنت إحدى نزول مدينة جمرت ورشة عمل حول سياق ما بعد الاستفتاء على الدستور الجديد من تنظيم مرصد الدفاع عن الحق في الاختلاف في تونس. شارك الورشة العديد من الجمعيات الحقوقية والمدافعة عن الحق في الاختلاف، وأبرزوا في نقاشهم العديد من الهينات في الدستور الجديد وتخوفهم من مصار الحقوق والحريات. من جهته أبرز القاضي عمر الوسليتي الذي أدار النقاش أن أبرز مخاطر الدستور الجديد هو عدم الحفاظ على استقلال القضاء، وأن استعمال الفصل 80 جاء لبناء نظام سياسي جديد وليس للحفاظ على صورة مجلس نواب الشعب والأحداث التي جدت بالبرلمان، وأن استعمال هذا الفصل جاء أيضا لبناء عفوا نظام قاعدي مبنى على التنسيقيات. القاضي عمر الوسليتي يتحدث بأكثر تفاصيل في ميكرو موعوث الحياة فام وسيم القرقني. ورشة ينظمها مرصد الاختلاف اللي يضم عدد من الجمعيات اللي هي جمعيات ناشطة في مختلف ولايات الجمهورية. اللقاء هذا كان على هامش يعني مشروع الدستور اللي هو تعرض للاستفتاء، وتقريبا تم التصويت عليه دستور في انتظار أن يقع نشره. يعني تناقشنا يعني الدستور هذا من التراجعات اللي ضمنها الدستور هذا، أهم شنو المخاطر اللي قد يتضمنها الدستور هذا، شنو طرق وآليات عمل المجتمع المدني في ظل الدستور هذا، هل أنه أدوات ناجعة للمجتمع المدني للتصدي لكل ما هو انتهاك للحقوق، لكل ما هو انتهاك للمكاسب. واعتقد أن هناك توجه أن المجتمع المدني وظيفته الأساسية هو التصدي لكل انتهاكات لحقوق الإنسان، حتى ولو توجدت نصوص في الدستور هي تكون مدخل لانتهاك حقوق الإنسان، فأن المجتمع المدني لن يسكت عن تلك الانتهاكات وسيتصدى لها بالطرق والآليات السلمية المدنية اللي هي أو بالآليات الدولية كما آليات لجان حقوق الإنسان، كما الآليات الإقليمية كما المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان. فهناك أدوات عديدة الآن في مجتمع مفتوح، أدوات التصدي لكل انتهاك لحقوق الإنسان ممكن جدا، وأنه ربما دعم القضاء المستقل، ربما القضاء المستقل يلعب دوره في التصدي للأحكام الدستورية اللي هي مخالفة للمعاهدات للاتفاقيات. فبالتالي مهم جدا أنه يعي المواطن والمجتمع المدني أن له دور ما زال مستمرا من أجل بناء الدولة المدنية الديمقراطية التعددية للأجيال القادمة، وما زال الصراع طويلا، وما زالت المقاومة طويلا، المقاومة المدنية السلمية الجماهيرية الواسعة من نشر الوعي السياسي. وسيتطور الوعي السياسي وتتغير الأحوال، ما لا توجد حال يعني دائم ولا يوجد حال مستقر إلى أن نرسي دولة تحترم حقوق الإنسان، دولة ديمقراطية، دولة تهتم بالفقراء والمفقرين والمعطلين. وفي المقابل أعلنت وزارة العدل أنه عملا بأحكام المرسوم عدد 35 المؤرخ في قرة جوان الفارت بأن القضاة المشمولين بالعفاء هما محل إجراء تتبعات جزائية. في سياق آخر، أفادت وزارة التربية في بلاغ أصدرته أمس الأحد أن عملية التسجيل عن بعد لأطفال الأقسام التحضيرية من مواليد 2017 للسنة الدراسية القادمة تنطلق ابتداء من اليوم الاثنين وتتواصل إلى غاية يوم الاثنين الخامس من شهر سبتمبر القادم. وتتم عملية التسجيل وفق بلاغ وزارة التربية عبر الرابط التالي www.preparatoire.education.tn. وقالت وزارة التربية أيضا أنها تضع فيديوهات توضيح ودليل الاستعمال لتيسير خدمة التسجيل عن بعد على نفس الموقع. وفي ذات السياق، دعت الجامعة العامة للتعليم الثانوي في بلاغ لها المدرسين والمدرسات إلى عدم المشاركة في المناظرات التي أعلنت عنها بعض المندوبيات الجهوية للتربية لتولي الخطط الوظيفية الشاغلة بالمؤسسات التربوية الراجعة إليها بالنظرة، وذلك تمسكا بحقهم وحق زميلاتهم وزملائهم في التناظر على قاعدة الكفاءة والجدارة والإنصاف لا غير. كما أوضحت الجامعة أن خلفيات المسألة وملابساتها تجعل من هذه المناظرة الاستثنائية إقصاء للناجحين في المناظرة الأصلية وعقابا جماعيا طالهم على خلفية ممارسة حقهم النقبي في الاحتجاج على الظروف الكارثية التي حاولت الوزارة إرغامهم على القبول بها إبان اجتيازهم مرحلة التكوين.
أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس الأحد مكالمة هاتفية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي المصري رئيس جمهورية مصر العربية، وقدم له فيها أحر التعازي في وفاة مواطنين مصريين إثر الحادث الذي جد في كنيسة المنيرة، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. دوليا، أكد بيان للنائب العام المصري حماد الساوي أمس الأحد أن شهودا بموقع حريق كنيسة المنيرة في إمبابة بمحافظة الجيزة الذي أودى بحياة العشرات أشاروا إلى أن سبب الحريق تماس كهربائي بجهاز لتوليد الكهرباء. ختاما وفي أخبار العالم، وصل إلى تايوان أمس الأحد وفد من الكونغرس الأمريكي في زيارة تستغرق يومين يجتمع خلالها مع الرئيس، وهي ثاني مجموعة أمريكية رفيعة المستوى تزور الجزيرة التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها. ختام نشرتنا الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. بعد حريق الكنيسة سعيد يعزي السيسية. وزارة العدل تؤكد أن القضاة المشمولين بالعفاء محل تتبعات جزائية. والنيابة المصرية تؤكد أن الأبحاث الأولية بينت أن ضحايا حريق الكنيسة توفوا بسبب الاختناق. كانت معكم سمر بن حميدة، لأكثر تفاصيل زوروا الصفحة الرسمية الحياة فام على الفيسبوك. نشرة الأخبار على إذاعة الحياة فام.